فيش. هيودوني فين؟ تلاقيش تلاقيش. هيودوني فين يا عمر؟ حاسب السريع. وانا يا فندم اقدر اخدها معايا في عربيتي ويبقى معانا امين شرطه؟ اسف. اتفضل يا حسام بيه، خلينا نشوف شغل. خد يا ابني. نعم فندم. اركب مع استاذ عمر عربيته. طب يا فندم لو سمحت، هو بالنسبه لمنور هتركب البوكس. اتفضل يا استاذ عمر. ما تسيبنيش يا عمر. ما تخافيش، انا وراكي في العربيه. ما تلاقيش. والله ما هسيبك. ما تلاقيش يا منار. ما تخافيش. ما تسيبنيش. استنى يا اخوي، استنى. انزلي. ايه؟ انا كنت عايزه الحقك قبل ما يجي يقبضوا عليها، بس انت قافل تليفونك وما بتردش. في حد معين مش عايز يوصل لك يا حسام؟ قافل تليفونك ليه؟ انا مش قلت لك تبعدي عني وعنها؟ انت اللي بلغتي طبعا. انا اللي بلغت. غدا انا هوريك ايام سودة. مش هتقدر. عارف ليه؟ عشان مفاتيحك كلها في ايدي. في ايدي. وانت عارف، متاكد من جواك ان انا اكتر واحده في الدنيا بتحبك وبتخاف عليك. مفيش حد في الدنيا هيحبك ولا هيخاف عليك قد دي. بعدين انت مستغرب ليه؟ انا كل اللي عملته اني نفذت وعدي. قلت لك اني هبعدها عنك باي طريقه، حتى لو اضطريت اني اقتلها. كويس قوي ان انا بلغت عنها. بس صحيح، عندنا ميتنج مهم النهارده الساعة 12. عندك اجتماع لجنة الإسكان في المجلس، حاول ما تتأخرش. هتلاقي فيه فايل فيه كل البوينتس اللي هتتكلم فيها النهاردة. عايزك تبقى مركز وما تتأخرش عليهم. Good luck. منهم لله. أنا مش مسامحاه. والشنطة راح وصاحبتها راح، وأنا كمان هروحوا في الكازوز. كان ماله حم؟ ما كنت اتجوزت وريحت مخي. لكن لا، إزاي؟ لازم نعملوا فيها أم الشرف. هو مين حمه ده؟ يعني انت يا اخويا سبت كل الخلق اللي بكلمك عنهم وبتسال عن حمو؟ بات خلاص، مش عايز اعرفه. انا غلطان. لا مش غلطان. اني اللي غلطانه واستاهل ضرب الجزمه القديمه. كان زماني متجوزه حمو ومتستتها وساكنه في مطرح على الكورنيش في سيدي بشر. فقريه عايزه ناكلوها بالشرف. كلي كلي يا وزه وتهني. هي بقت قضية هنا وقضية هناك. يعني لو قلت منار إعدام، ولو قلت عزة أشغل شقة. وربنا دي حاجة تفرح يا عسلية.